بعد أزمات البنزين اللي كان بيتعرض لها المواطن المصري في الفترات اللي فاتت، فكرت الحكومة في حل، هي الكروت الذكية للبنزين. ونزلنا وشفنا مدى استجابة الناس للفكرة دي، خاصة إن تحدد ليها موعد تفعيل أكتر من مرة. رحت بنزين قبل كده وطلبت تمون، قالوا لك فين الكارت الذكي؟ لا ما حصلش، بخش مون عادي، ما حد سألني على الكارت. عملناه بس مش عارفين يعني هنبدا نستخدمه امتى. اي حاجه تحط لها نظام يبقى يا ريتني ماشي النظام. الكارت الحمد لله معايا، بس هم يطلبوه انا مش مشكله يعني. هو لغايه دلوقتي كل الناس عملته بس ما عادش بيستخدمه، قليل قوي اللي بيستخدمه يعني، بس هو موجود معايا يعني، ممكن استخدمه النهارده او بكره في اي وقت. كل اللي نعرفه دلوقتي عن الكارت ان احنا عندنا المكن، كل ترمبة ليها مكنة وليها كارت، ان احنا بنمون والزبون بيجي، احنا بندخل الكارت في المكنة وبنضرب الكمية بتاعته وبنحاسبه عادي، مفيش مشكلة. ما جلناش بقى اي تعليمات، لا هيبقى بكام، لا بره الكارت بكام، ولا جوه الكارت بكام، ولا اي حاجة، ولا معاد محدد لتفعيل هذا الكارت، ولا اي معاد، ولا حد جاب لنا اي معلومة ان الكارت ده هيتعمم او هيتفعل او احنا هنتعامل بيه رسمي امتى. كل دي لسه محدش عندنا يعرف فيها اي حاجة. لو الحكومة المصرية شافت إن الكروت الذكية هي الحل، فالمواطن المصري استعد للحل وفي انتظار التفعيل. سهى رضا، برنامج مساء الخير.